قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال تعالى أنه لا يشابه أحد في صفاته ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني الصفة. ولله المثل الأعلى يليق بجلاله وعظمته، لكن لا يعني أن ننفي العلو أو أن العلو ليس صفة ذاتية له عز وجل. فإذا قلت كيف ضللت. ولذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقل لما ولا تقل كيف، إنما هو التسليم والإنقياد والقبول. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله كما في حديث أبي هريرة شق عليهم وقالوا يا رسول الله لا نطيق هذه الآية أنحاسب على ما في أنفسنا. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت اليهود أو بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما أيقنت بها قلوبهم أنزل عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج من الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. ولذا إذا تحقق هذا المعنى كفي العبد شرورا كثيرة، إما من المخلوق وإما من الأفكار وإما من الشبهات وإما من الشهوات. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه على القول الصحيح من المكروه، فيتقيه من المكروه، والمكروه عام، وذلك لأنها تضمنت الاستسلام والانقياد لله عز وجل.